نصر الله في كلمته اللي عقب فيها على الرد المنتظر وأعلن شوية تفاصيل عنه، قال إن إسرائيل بتتكتم على خسائرها البشرية والمادية وبتنشر الأكاذيب عن ردها المسبق على هجوم حزب الله. بس عن أي أهداف بيتكلم بالظبط؟ يمكن يكون الزورق العسكري اللي تم استهدافه وأوقع الاستهداف ده قتيل، وهو جندي عنده 21 سنة واسمه ديفيد بين شتريد، العامل في الأسطول 914 في البحرية الإسرائيلية إضافة لإصابتين. تعالوا نشوف الفيديو اللي تم تداوله. على الصغار.